فليكس عدى وكسب مساحه، لعب عند وجيه عبد الحكيم لكن ما عرفش يوقفها، ضغط عليه فتوح لكن وجيه خدمته، خد الكرة خطيره 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 عرضيه ولكن فتوح يقطع الكرة. هنا محاوله يعني هجمه سريعه، وادي الكرة عدت من بنوالي وصلت عند زيزو، زيزو مع الكرة، زيزو 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 يا راجل يا راجل، انت عندك كل الحلول يا زيزو، انت عندك كل الحلول يا زيزو، يحطوك يمين يحطوك شمال، انت اخر جمال يا زيزو اللي يسجل الهدف الثاني لمصلحة نادي الزمالك. زيزو هو اللي يسجل الثاني، وافرح يا جمهور الزمالك، اثنين الزمالك لا شيء، حرس الحدود لكن الكرة حلوة من امام عاشور اللي لعبها سريعة في اقصى الطرف الايسر عند زيزو، وهدف الثاني. والهدف الثاني شوف هنا الكرة الطويلة وهنا الانطلاقة من زيزو، صوت الجمهور يا جماعة بيحل الهدف، وصلت عند زيزو اللي استلم وركن الكرة على يمين حارس المرمى ويسجل الهدف الثاني لمصلحة الزمالك. زيزو اثنين الزمالك لا شيء، حرس الحدود 2-0، زيزو يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 55. الزمالك كده يصعب المباراة على نادي حرس الحدود عشان تبقى النتيجة 2-0. 2-0.